ينضم إلي مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. رائد أهلا بك. أهلا فاطمة. هيا هلا. دعنا نبدأ بالقصة الأكبر، قصة التداولات الجنونية اللي شفناها على بعض الأسهم. فوروم ريديت أو منصة ريديت هي اللي بتحرك الأسواق الآن. توصيات إيلون ماسك، قبل قليل صدر تصريح لجوردن بيلفورت وهو تالي. هل الآن نتحدث عن مرحلة جديدة في وول ستريت، ثورة للأسواق، ثورة لدخول مستثمرين أماتور أو هاويين لا يعتمدون على الأساسيات؟ لا شك، يعني ما نشهده حاليا هو حالة من عدم المنطقية إن صح التعبير، التوجه نحو الأسهم دون قراءة معطيات الشركات بشكل صحيح، فقط بطريقة نهم شرائي وبطريقة يعني نوعا ما مدارة. هذا أمر يعني نعلم تماما أنه هو not legal داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالاعتماد على مثل هذه المنصة نوعا ما هي نوع التفافة حول القوانين. ولكن بشكل غير مباشر، العودة إلى الأساسيات والانطلاقة اللي هو الكبيرة التي تبنى ما بين القيمة الحقيقية للسهم وما بين القيمة السوقية، أعتقد سوف تنعكس سلبا على هذا الأمر. لا يعني لا يمكن إنقاذ الشركة بارتفاع أسهمها بهذا الشكل إلا إذا كان مستداما وطويل المدى، خصوصا مع وجود الريستريكشنز اللي نحن شايفينها. ورأينا السهم جيم ستوب يتراجع ب 40% مرة ثانية خلال تعاملات اليوم. إذن هذا النوع من الأمور أعتقد سوف يكون هناك يعني السيسي سوف تكون أكثر صرامة، سوف يكون هناك العديد من القواعد والانضباطات الجديدة التي رائد هل يمكن لهذه القصة واللي هي لازالت مستمرة، هم جالسين ينطنطوا من سهم لسهم حسب توصيات منصة ريديت وروبن هود جمع أموال كبيرة، هل يمكن لهكذا ثيم أن يبدأ لنا الانهيار بأسواق العالمية؟ هل يمكن أن تكون هذه الشرارة اللي محتاجها السوق لكي يصحح بشكل كامل؟ نحن نذكر أن السوق جالس يرتفع على أساس الكاش انجكشن فقط، ولكن السوق لا يعبر عن الوضع اللي موجود على الاقتصاد. البطالة كبيرة، المعونات عالية، الدات عالية، وبالتالي الصورة ليست جيدة على الأرض، الصورة ممتازة على سوق الأسهم. صحيح، هذا هو الواقع اللي هو تزداد ما بين وول ستريت والمين ستريت، ما بين الواقع وما بين الأسعار الأسهم. يوجد فائض في السيولة حقيقي كبير جدا الذي ولد هذا الاندفاع نحو الرغبة بالمخاطرة، وأعتقد السبب الرئيسي هو عدم يعني الاستغلال الحقيقي لهذه السيولة الموجودة في الأسواق، والتي يتم ضخها حقيقة، والإنجكشنز اللي عم بتصير عنا في الأسواق عم تلعب دور سلبي نوعا ما، لأنه هي ما عم تحقق نوعا ما العودة الاقتصاد وعودة البيانات الإيجابية للتحسن، وإنما هي كما شهدنا هي عبارة عن اتجاه نحو speculations مضاربات. أعتقد سوف يكون هناك مرة أخرى، هي ليست انهيار لول ستيت بقدر ما أن يكون هناك ضوابط هذا النوع من المستثمرين إلى الأسواق، وأيضا ما يتعلق بموضوع الشورت سيلينج اللي عم بيكون يعني نوعا ما غير منطقي بالخروج. هم عندهم رائد تبرير سياسي كذلك، هم يريدون العدل في وول ستريت ويريدون إيقاف شجع وطمع عمالقة وول ستريت اللي عندهم هيدج فاندز كبيرة وعندهم صناديق تدير أموالهم. نحن نعلم تماما هذا الأمر فاطمة، يعني الهيدج فاندز بيفكروا دائما لما بيدهم يبيعوا هو الفولوس، يعني عمليا الانتقاء الأسهم سوف يكون يجب أن يكون هناك مبررات بعده لماذا سوف يتبعهم الآخرون ببيع هذا السهم أو بالتوجه نحو هذا السهم حتى يتمكنوا من تحقيق الربحية. وموضوع الشورت سيلينج يعني هو الأكثر رواجا حاليا بالنسبة للهيج فاندز، وهي عملية انتقاء بشكل مباشر لهذه الأسهم التي توشك الشركات على السقوط في الإفلاس، ويعني تخرج تماما من
التداولات. بالتالي يعني هي ايزي ماني كانت تعد للهيدج فاندز حتى جاءت مثل هذه الثورة التي شاهدناها. هم الآن بيتجرعون من نفس الميديسن اللي كانوا بيستخدموها لسنوات. بالطبع هيدج فاندز دائما كانوا بينهوا السنة بأرباح طائلة خلال الأزمة المالية وخلال الأزمات الماضية. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا.